Hello, Michael. I have something you might like to see. بعد أربعة عقود عاد فيلم هالوين للواجهة بحلته الجديدة، إذ تصدر مبيعات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا إيرادات بلغت 32 مليون دولار، والعمل من بطولة جودي جارير وتوبي هاس وإخراج ديفيد جوردون. وكان الإصدار الأول من هالوين عام 1978، وقدرت ميزانية إنتاجه آنذاك ب 320 ألف دولار. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. والأهمية ذاتها احتفظ فيلم ستارز إز بورن في ثالث عروضه على المرتبة الثانية، وتجاوزت مبيعاته 14 مليون دولار في شباك السينما الأمريكية للأسبوع الحالي. والفيلم من إخراج برادلي كوبر وبطولة ليدي غاغا ومايكل هارلي. Human beings are disposable, but man and symbiote combined. This is a new race, new species. ولم يكن فيلم فينوم بعيدا عن سابقيه، إذ تربع على المرتبة الثالثة للأسبوع الثاني، وفاقت إيراداته للأسبوع الحالي 10 مليون دولار. والعمل من بطولة توم هاردي وميشيل ويليامز وإخراج روبن فليشر. I don't think this place is giving out candy. فيما جاء فيلم جوس بومز 2 في المرتبة الرابعة، وزادت مبيعاته في السينما الأمريكية عن 7 مليون دولار في ثالث عرض له. والفيلم من بطولة ماتسون إيسمن وجاك بلاك وإخراج أري ساندل. So tiny and cute, what can they possibly do? Sonny, they're just gummy bears. The most aggressive military buildup in Russian history. We've been keeping tabs on the Russian president and his defense minister Durov. وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم هانتر كيلر، الذي تدور أحداثه حول غواص أمريكي يحاول مساعدة أحد الزعماء بعد اختطافه من عصابة محتالة، وتجاوزت إيراداته عن 6 مليون دولار. والعمل من إخراج دونوفان مارش وبطولة غاري أولدمان ومايكل نيكفست.